بسم الله الرحمن الرحيم. ايميل سبوفينج في كورس سي اتش فيرجن 7. الجزئيه دي مش موجوده اصلا جوه الماتيريالز. هنفهم يعني ايه سبوفينج، هنعرف يعني ايه ايميل سبوفينج، وهنشوف اللاب في الاخر خالص. الموضوع كله مش هياخد 10 دقايق. طيب سبوفينج يعني انتحال شخصي. يمكن اتكلمنا عن حاجه اسمها دي ان اس سبوفينج، ان الراجل ده لما يجي يسال دي ان اس على اي بي ادرس او ويب سايت معين، يعمل له سبوف على ويب سايت تاني. كنا بنستخدمها في حاجه اسمها الفيشنج، تمام؟ ماشي. في حاجه اسمها اي بي سبوفينج. ايه اي بي سبوفينج؟ ها، انا بنتحل شخصيه اي بي معين، الناس بتسند عليها حاجات. ماك ادرس سبوفينج او اب بويزنينج، تمام؟ بنتحل شخصيه ماك ادرس. نفس الكلام، انا ببعت ميل باسم ميل حد تاني. يعني ايه؟ هو انت عشان تبعت ميل مثلا، عاوز تبعت ميل من عندي لحد تاني، تعمل ايه؟ لازم تعرف اليوزر نيم والباسورد بتوعي، صح؟ لا، احنا مش هنعمل كده خالص. احنا مش هنهاك على اليوزر نيم والباسورد، مش ده قصتنا. انا في سايتس معينه وفي تولز معينه بتوفر لحاجه. ايه هي؟ ميل سبوف. هيقول لي كده، حط لي مين هو انت عاوز تبعت المسج دي من مين، خلاص، فروم مين. ها، اقول له مثلا انا كنت عاوز هاك ميل اسلام واخد الباسورد وابعت منه مسج مثلا، اعمل بيها مشكله او اعمل بيها حاجه بقى، مصلحه، اي حاجه، تمام؟ ميل اسلام، يبقى اكتب فروم مين اسلام مثلا @hotmail.com، اسم الميل بتاعه. طب فروم مين الاسم بتاعه ايه؟ ها، اسلام علي مثلا، الاسم بتاعه اللي بيبان على المسج، فهم مين. طيب تو مين هتبعتها لمين؟ هبعتها مثلا لعبد الرحمن، يبقى اسلام هو اللي بيبعت لعبد الرحمن وانا اللي ببعت في الاخر. واكتب السبجكت واكتب المسج واحط صور واحط اتاتشمنت واحط اللي انا عاوزه، مفيش مشكله خالص، تمام؟ طيب ده سايت بيوفر لي الحته دي. تعال نشوف اللاب. السايت اهو، انا عملت عليه ريجستريشن عادي تماما. اعمل لي اكونت بميل، وهيبعت لك مسج على الميل. اخش اكتف ومفيش مشكله. هاجي انا اقول له ايميل، انا عاوز ابعت ايميل، صح؟ هقول له كومبوز. دي الحاجات اللي انت بعتها والحاجات اللي انت ممكن تستقبل ريبلاي، يعني ممكن الميل ده يتعمل له ريبلاي عندك، انت متخيل؟ وتقعد ترد وتتكلم مع الناس دي عادي خالص. تقول له كومبوز، تمام؟ يعني هبعت مسج بيزك ولا ادفانس، يعني احط لك صور وبقى وجرافيكال وكلام كده، اقول له خليها بيزك. وعندي الميل بتاعي دوت، مفيهوش اي مسج اهو، بس يعني بيبقى فيه مشكله بسيطه جدا اهو. بص، انت هتبعت لمين؟ المسج ده هتروح لمين؟ والله الميل اللي انا فاتحه اللي اسمه it_mؤمن@hotmail.com. فروم مين بقى؟ ها، مين تحب تبعت من خلال الاسم بتاعه ايه؟ مؤمن مثلا؟ مؤمن اللي هيبعت. طب الايميل بتاعه اسمه ايه؟ اي ايميل بقى. بص، ايميل الراجل اللي انت عاوزه هو اللي يبعت، انت فاهم؟ فهم يعني هو لما يجي يفتح المسج هنقراها دلوقتي. مثلا ايه؟ hackit.mؤمن@ ماشي، يعني الميل بتاعي مثلا الشخصي اهو، ماشي، تمام. السبجكت ايه؟ اقول له مثلا very important. المسج انت عاوزها بقى، خلاص. هلو مثلا مؤمن، هو احنا بنبعت لمين؟ بنبعت لمؤمن، يعني اكن اسلام اللي بأي حاجه، خلاص. مشكله بقى، هاو ار يو، اي حاجه، تمام. بليز مثلا قابلني في مكان معين، حصل مشكله الشركه ولعت، اللي انت عاوز تعمله، خلاص. بس في مشكله في الفوطه تحت الميل خالص، بيكتب ان الميل ده مبعوت من الموقع الفلاني. ليه؟ عشان الاكونت بتاعك دوت فري، تمام؟ بس مش بتبان قوي، لو حد فاهم هيقيسها يعني، تمام. طب تحب تريسيف الريبلاي لو هو بعت قال لك ريبلاي ورد عليك في الميل ده، تحب تريسيف وترد عليه وكده يعني؟ مش مشكله، هقول له سنت. هي مشكلته بس ان هو فري، في مواقع كتيره جدا بس الموضوع مش صعب خالص يعني. اهو سكسسفولي. تحب تبعت ميل كمان؟ تبعت المسج دي تاني، تبرنت المسج دي. تعالى نشيك الميل ده مثلا، ايه، نفتح جانك كده، نعمل هاش مثلا. ساعات بتيجي في الانبوكس طبعا، لو انت مأكتف مش هتجيلك في الجانك، هتجيلك لو انت مأكتف
يعني الاكونت بتاعك شايب وكده، مش هتيجي طبعا في الجانك ولا هتيجي في الفوتر اللي احنا بنتكلم فيه ده، هتيجي عادية خالص في الانبوكس، ومش الفوتر مش هيبقى موجود. في الجانك جتني المسج هي بعتت مرتين، تمام يعني احنا تقريبا مش هنعرف السيستم مرتين. تعالى نفتح very important جاي من مؤمن. بص انا قراري الفات ده بفتح عادي، مؤمن بيبعت لي مسج خلاص تمام. جايه من مين بقى؟ بص شايف رساله اي تي دوت مؤمن ات ياهو، ده الميل بتاعي، ده الميل اصلا، ده انا حطيت ميل عادي خالص ووسط التو لده. الله، والمسج اهي، المشكله بتاعتك اهي، فاهم؟ انا يعني جايه من المكان ده، يعني هو بيحذره يعني، بس عشان طبعا فري تمام، عشان مش اي حد يستخدم. اخدت بالك اللي انا عملته؟ وصل. انا بقى ببعت لدوت بميل، اي ميل هو يعرفه، بس هو اوثورايز بالنسبه له ان بيبص كده، ده مؤمن بيبعت بالايميل بتاعه اهو تمام، وهو دايما المسج بتجيلي باسم مؤمن من فول برينتنج، انا ببقى فاهم الكلام ده، وبيبعتها لي في الوقت الفلاني، بيقول لي المسج اهي. اخدت بالك؟ يبقى ده كده ايه الميل سبوفينج. ثانك يو فور يور اتنشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.